يعني لا نأكل نحن لا نأكل لا نشرب لا ندخن أوكي في إفطار 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 السحور ممكن الآن الساعة so after the formal prayer دعاء ما هذا دعاء ممتاز ما هذا يعني الصوم الصيام okay, هو جوعان وتعبان بعد الافطار جغرافيا جغرافيا مرة ثانية جغرافيا الآن يا شباب اسأل الصاحب ماذا تدرس؟